جاهز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة السادس من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الخامس لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: ومن الإيمان بالله وكتبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وإن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله حروفا دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. بارك الله. الحمد لله. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكتبه. أصل الإيمان هو الإيمان بالله، هذا هو الركن الأول، وهذا الأصل الأصيل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وباقي الأركان هي تابعة الإيمان بالله، الإيمان بكتبه، برسله، الإيمان بكتبه، بملائكته، بكتب رسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، كل هذا تابع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكتبه، ومن الإيمان بكتب الله عز وجل الإيمان بالقرآن، وهو أعظم الكتب وآخر الكتب. وقد كثر الخلاف في القرآن وصفة الكلام الله عز وجل، حتى أن من الناس من يسمي العقيدة يسميها علم الكلام. يعني بعض المكتبات مصنفات فيها كتب تلقى إيش في قسم اسمه إيش؟ علم الكلام، يقصدون العقيدة. وذلك لأن مسألة الكلام كلام الله عز وجل وقع فيه خلاف كثير. أكثر المسائل المتعلقة بأسماء الله صفاته وقع فيها خلاف صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والحق أن ما يقال العقيدة علم الكلام، العقيدة هي الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، ويتفرع منها مسائل، لكن أساس الاعتقاد هو أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكتبه، ومن الإيمان بكتب الله عز وجل الإيمان بالقرآن. والقرآن يقول الشيخ: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ذكرنا مرارا، هل القرآن كله كلام الله أو كل كلام الله؟ أو لا فرق بين الجملتين؟ أعيد، هل القرآن كله كلام الله أو القرآن كل كلام الله؟ ها، يعني الجملة الأولى والثانية؟ الأولى، القرآن كله كلام الله، من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس كله كلام الله، ولا حرف من القرآن ليس كلام الله. لكن ما يقال القرآن كل كلام الله، القرآن شيء يسير جدا من كلام الله. كلام الله لا حد له، كلام الله كثير، منه ما أنزله، منه ما لم ينزله، منه ما لم يتكلم به بعد. كل ما شاء الله عز وجل تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تكلم يوم القيامة، تكلم كل يوم، يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن.
كل عبد يقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. كل عبد يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. كل عبد يقرأ مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. كل عبد يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. كل عبد يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله عز وجل سألني عبدي لعبدي ما سأل. تكلم الله عز وجل، يكلم الملائكة، يكلم أهل الجنة يوم القيامة، كلم موسى عليه السلام، أنزل التوراة كلامه، أنزل الإنجيل كلامه، فكلام الله لا حد له. حتى قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو أشجار الدنيا كلها قطع على شكل أقلام والبحار هذه المحيطات صارت مدادا حبرا ومدت سبعة أضعاف، شوف محيطاتها العظيمة صارت مداد وسبعة أضعاف. والله يتكلم والملائكة يكتبون والإنس يكتبون والجن يكتبون، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. كيف ينتهي كلام الله عز وجل؟ ما الذي ينهيه؟ الله ما ينتهي جل وعلا، لا ذات الله ولا صفاته، فهو الباقي سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك الإنسان ربما يتكلم ثم يسكت، ها سكت ها اللي عندي قلته، أو يكتب ها سلم ورقة الامتحان كمل قال والله عندي كتبت، لأنه ينتهي علم الإنسان فينتهي كلامه تنتهي كتابته، لكن كلام الله لا ينتهي لأن علم الله ما ينتهي أصلا. فكلام الله عز وجل صفته كمال لله تبارك وتعالى، لكن أهل البدع قبحهم الله، ظنوا أنه إذا قال الله يتكلم يماثل المخلوق، فقال الله لا يتكلم، الله لا يتكلم صار المخلوق أكمل منه، لأن حتى عند المخلوقين أيهما أفضل، المخلوق الذي يتكلم ولا المخلوق الذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم. حتى الناس لا يفرحون بالولد الصغير إذا بدأ ينطق ببعض الكلمات، أخذ يتكلم فرحوا به. هل يعقل أن الله لا يتكلم؟ الله يتكلم أحسن الكلام وأصدق الكلام وأتقن الكلام، الله كلامه لا حدود له، فيتكلم سبحانه وتعالى، ومن كلامه من كلامه العظيم القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل. قال منزل، يعني القرآن منزل من الله عز وجل، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، يعني من؟ يعني يا رسول الله على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال تنزيل من حكيم من عزيز حكيم. فكلام الله منزل، تكلم الله به، سمعه جبريل عليه السلام، نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسب الكلام إلى أول من تكلم به. كل كلمة تكلم بها المتكلم الأول ينسب إليه. أرأيت الواحد حافظ قصيدة لشاعر مشهور، قصيدة معلومة محسوبة، فحفظها وأتتكلم بها، دخل فيها مسابقة، لا ما هو شعرك، هذا شعر فلان، صحيح أنه الذي إيش يتلوها هو الذي قرأها، لكنها تنسب إلى من القصيدة؟ إلى أول واحد شاعر الذي قاله. وهكذا القرآن، ولو تلاه جبريل عليه السلام، ولو تلاه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تلوناه نحن وغيرنا، ينسب إلى من الكلام؟ إلى الله الذي تكلم به ابتداء، فتكلم به وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، هذا هو الحق. قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق، ما ادعى أن نقول غير مخلوق، لو قرأنا كتاب الله من أول آخر، لو قرأنا السنة كلها ما وجدنا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن غير مخلوق. ها أنتم تقول كتاب والسنة، كتاب والسنة، طيب كتاب والسنة ما في القرآن غير مخلوق؟ نعم ليس في القرآن ولا في السنة أن القرآن غير مخلوق، لكن لما ابتدع من ابتدع وظهر في الساحة الإسلامية وقال القرآن مخلوق، رد عليها للسنة قال لا ليس مخلوق، لأن ليس والله عز وجل فيه شيء مخلوق، لا ذاته ولا صفاته، والقرآن ها كلامه وكلامه صفة من صفاته، القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فلا يقال عن الله عز وجل ولا عن شيء من صفاته بأنه مخلوق.
فهذه لا بأس بها أبدا أن يقال كلام الله غير مخلوق، لأن هناك من قال كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، فرد أهل السنة وقالوا لا، كلام الله صفته، وصفات الله ليست مخلوقة، فالله ليس بمخلوق ذاته ولا صفاته، الله هو الخالق جل وعلا. فإنما قيلت هذه الكلمة القرآن غير مخلوق في مقابلة من قال القرآن مخلوق. لو ما قالوا القرآن مخلوق لما احتجنا أن نقول القرآن غير مخلوق. فيأتي الآن من يطرح شبهة كبيرة وهم المفوضة، ومنهم دكتور مشهور كان عميد سابق كلية الشريعة اسمه عجيل النشمي، تعرفونه، يقول نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إيش كانوا يقولون؟ القرآن كلام الله. شوف ما قالوا لا مخلوق ولا غير مخلوق. فما رأيكم بهذا الكلام؟ هذه حيدة عن عقيدة السنة. ما يريد أن يتكلم ويقول الله له صفة الكلام ويتكلم، وإنما حتى يخرج منها، حتى يميل إلى عقيدة المفوضة الذي يقول الله أعلم إيش معنى الصفات، فيخرج منها فيقول أحسن شيء لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. لا، هذا باطل، هذا دس للبدعة في عقيدة أهل السنة. أهل السنة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ما قالوا القرآن غير مخلوق، لأن كلام الله صفته. هل الله عز وجل فيه شيء مخلوق؟ ذاته صفاته فيه شيء مخلوق؟ لا. لكن لما جاء ذاك البعيد المعتزلي المبتدع المتجرع على الله وقال عن صفة الله الكلام مخلوق، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول لا، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فالقول ليس مخلوق هذا ضروري في مقابلة من يقول مخلوق. لو ما قالوا مخلوق ما قلنا ليس بمخلوق، لكن جاء من يقول مخلوق، ماذا نفعل؟ نقول أحسن شيء لا معاكم ولا معهم، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نقول كلام الله. نعم كلام الله. لو ما في أحد يقول أنه مخلوق ما قلنا غير مخلوق. لكن الآن نسأل هذا الذي يقول، خلينا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه. ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أن القرآن كلام الله صفته ولا مخلوق من مخلوقاته؟ صفته. إذا بما أن الكلام القرآن كلام الله صفته، فليس بالله عز وجل شيء مخلوق، لا ذاته ولا صفاته، فلا بأس أبدا أن نقول كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز ليس بمخلوق لا ذاته ولا صفاته، بل هو الخالق جل وعلا. وإنما قيلت هذه الكلمة للحاجة إليها. أما أن يأتي واحد ويقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هذا ماذا يريد؟ يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، ما يريد أن يكون سنيا صريحا فيقول كما قال أئمة السنة، قالوا إيش؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولا يريد أن يقول ما قال المعتزلة أنه مخلوق، فقال خلينا نقول كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هذا باطل، هذا باطل. ومثل هذا لما جاء من جاء وقال كلام الله ليس حقيقة، هو مجاز، صفاته مجاز، يده مجاز، وجهه مجاز، ليس بحقيقة، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. فلم يبق أهل السنة مكتوف الأيدي، قالوا بل وجه حقيقي ويدان حقيقيتان، ويأتي بذاته وينزل بذاته، لما احتاجوا لهذا الكلام؟ لما جاء من قسم الكلام وقال مجاز وحقيقة وجعل صفات الله عز وجل من قسم المجاز. ما هو المجاز؟ النتيجة إذا كان صفات الله مجاز يعني الله ما يتصف بالصفات، مجاز ما هو حقيقة. فقال السنة لا، بالحقيقة الله له صفات الكمال والجلال، الله يتكلم حقيقة. فقالوا كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، كلام حقيقي، ما هو عبارة عن كلام الله ولا هو إيش كلام نفسي، لا الله يتكلم كلام حقيقي. ولذلك كلكم تحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. شوف، أيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق من المخلوقة؟ لا، يستعيذ بماذا؟ بالله عز وجل، بذات الله أو بصفة من صفاته. فاستغاث بماذا؟ بصفة، بكلمات الله التامات.
فلو كان كلام الله مخلوق من المخلوقات لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات. انتبهتم؟ أمر مهم جدا. ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات إلا لأن كلمات الله التامات صفته جل وعلا. لو كانت مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها. فنقول هذا الذي يقول القرآن كلام الله مخلوق، نقول أيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق؟ ها أنت تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يستعيذ بمخلوق من المخلوقات، وهذا الشرك الاستعاذة بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة بالله ليس بالمخلوق. فلما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله دل على أن كلمات الله عز وجل ماذا؟ صفاته ليست بمخلوقة. ما يأتي واحد يقول ما أقول كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق، لا 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 لا، بل نقول كلام الله ليس بمخلوق في مقابل من يقول كلام الله مخلوق. ولو ما قالوا كلام الله مخلوق لما احتجنا أن نقول ها كلام الله غير مخلوق. ينزل ربنا السماء الدنيا، ينزل ربنا، واضح الكلام، ينزل ربنا، من الذي ينزل؟ ربنا. وفي حديث ينزل الله، لا وذا ينزل الله ويقول، من الذي يقول؟ الله عز وجل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل، هل من داع فأعطيه، من الذي يقول؟ من الذي ينزل ويقول؟ بل جاء في صحيح مسلم أنه ينزل ويقول أنا الملك. من الذي ينزل ويقول أنا الملك ويدعو الناس للتوبة والاستغفار والسؤال والدعاء؟ من؟ الله عز وجل. فلما جاء أهل البدع وقالوا ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره أو تنزل رحمته، قالوا لا لا بل ينزل الله بذاته. هل الحديث فيه ينزل الله بذاته؟ في كلمة بذاته؟ ما في. إذن لماذا تقول ينزل بذاته؟ لماذا؟ لأن جاء من قال لا ليس الله الذي ينزل، ينزل شيء آخر، ملك من ملائكته أو رحمته أو أمره، قال لا بل الله هو الذي ينزل، فأكدوا نزوله فقالوا ينزل بذاته. والله ما كنا نحتاج لهذه الكلمة لولا هؤلاء الذين قالوا هذا مجاز، مش الله اللي ينزل، ينزل ربنا، مش ربنا اللي ينزل. الرسول عزيزي يقول ينزل ربنا، ينزل الله، فيقول الملك هل من سائل، هل من تاب، هل من داعي، هل من سائل، هؤلاء يقول لا لا مش الله اللي ينزل. يا سبحان الله، كلام عجيب غريب. قال لا بل الله هو الذي ينزل، وهو الذي يقول، وهو الذي يغفر جميع الذنوب، وهو الذي يتوب على التائبين، وهو الذي يسأل من عطاه، ها وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا ملكا من ملائكتي، ما قال ادعوا أوليائي، قال ادعوني أستجب لكم. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ الله عز وجل، ليس الملك، ليس رحمة الله. رحمة الله صفته، ما يدعو الإنسان يا رحمة الله ارحميني، يقول يا رحمن ارحمني. الرحمة صفة لله عز وجل، ليس شيء آخر غير الله حتى يقول يا رحمة الله ارحميني. وعلى هذا يتبين أن الحق أن لا بأس أن نقول كما ذكر الشيخ سالم التيمي هنا، فقال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق. منه بدأ، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء، حتى لو تلاه التالي أو قرأه القارئ أو كتب في الصحف أو كتب بالمداد، فإن الكلام ينسب إلى أول من بدأ به وتكلم به. إذا قال منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود. وقيل من القائل؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، الله. من القائل؟ قل هو الله أحد، الله. من القائل والفجر وليال عشر؟ الله. هذا معنى إليه يعود، يعني ينسب الكلام إليه سبحانه وتعالى. وقيل معنى إليه يعود لأن آخر الزمان يرفع الله القرآن حيث لا يستفاد منه، وليس هناك من يلجأ إليه ولا يقرأ ولا يتلوه آخر الزمان. فقبيل القيامة يرفع الله جل وعلا كتابه، كما أن الكعبة إذا لم يبقى من يحج إليها ولا يعتمر إليها ولا يعظم شعائر الله فإنها تزول، يأتي من يتسلط عليها ويحطمها حجرا حجرا، انقضها نقضا، ما عاد يبقى لأحد يحتاج إليها ولا يرحل إليها ولا يشد الرحال لها في آخر الزمان. هذا آخر الزمان. فالقرآن إليه يعود أي لأنه يرفع آخر الزمان كما خبر ذاك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وإن الله تكلم بحقيقة، إيش قال تكلم بحقيقة؟ ها لما؟ هناك من يقول الله ما تكلم بالقرآن، بل الله عز وجل ما يتكلم،
ومن يقول الله يتكلم لكن القرآن ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، أو هو معنى كلام الله، أو كلام الله نفسي ونحو ذلك من العبارات المبتدعة المحدثة التي ما سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أدركها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا المهاجر ولا الصحابة ولا كبار التابعين، ما سمعوا أحد يقول القرآن عبارة عن كلام الله أو كلام الله نفسي أو حكاية عن كلام الله. هذه من البدع. لما جاءت هذه البدع، من قال الكلام حكاية عن كلام الله، القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله أو كلام الله نفسي أو كلام الله مجاز، ماذا قال للسنة؟ قال إيش؟ أن الله تكلم به حقيقة. واضح؟ واضح ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما. هل قال الله عز وكلم الله موسى حقيقة تكليما؟ ما قال. ليش تقول أنتم تكلموا كلام حقيقي؟ ليش؟ لمقابل هؤلاء اللي يقول مجاز، قال لا حقيقة، شنو مجاز؟ مجاز معنى الله ما يتكلم. المجاز من أخص تعريف المجاز هو ما صح نفيه، ما صح نفيه. والمثال المشهور يقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، إيش معنى؟ يعني إيش؟ رجل شجاع يستطيع أن يقول قائل لا ما رأيت أسدا، صح يستطيع. لما؟ لأن هذا مجاز، والمجاز يصح نفيه. ما صح نفيه فهو مجاز. يقول فلان غزال يعني من السرعة، تستطيع تقول لا مو غزال آدم، إذن هذا مجاز. وليلى قمر، قمر ها شمعت قمر يعني جميل، قال لا مو قمر آدمية، ما صح نفيه فهو مجاز. إذا كان المجاز ما صح نفيه فكيف ينفى القرآن؟ كيف يقال عن القرآن مجاز أو فيه مجاز ما دام يصح نفيه؟ هل يجوز نفي شيء من القرآن؟ النفي التعطيل، النفي التكذيب. فإذا كان المجاز كما تقولون هو ما صح نفيه، إذا القرآن لا يمكن يكون فيه مجاز، لأن لا يمكن أن تنفي إيش؟ تنفي القرآن وهو إيش؟ حق، أنزله الله بالحق، أنزله الله عز وجل. إن كان القرآن فيه مجاز ويصح نفيه، إذن صحيح كلام المشرك الذي قال إن هو إلا قول البشر. ماذا قال الله عز وجل من قال هذا المشرك إن هو إلا قول البشر؟ قال سأصليه سقر، توعده بجهنم لأنه قال إن هو إلا قول البشر. كلام الله عز وجل كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوصف بأنه إيش مثل كلام البشر أو أنه مجاز أو يمكن نفيه أو نحو ذلك. لذلك قال أهل السنة حقيقة، الله تكلم بحقيقة، والله يتكلم بالقرآن وغير القرآن، كل كلام الله عز حق وحقيقة، ما هو وهم، ما هو مجاز، ما هو خيال، ما هو عبارة، ما هو حكاية، بل الله يتكلم كلامه الحق سبحانه وتعالى. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة. عرفت ليش قال حقيقة؟ لما؟ في مقابل من يقول إيش مجازا أو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو كلام نفسي أو نحو ذلك. قال لا كلام غيره، لا كلام غيره. لو كان القرآن كلام غير الله عز وجل لا صح كلام لا صح قول المشركين. ماذا قال المشركون؟ قالوا إنما يعلمه بشر. واحد أعجمي يروح لمحمد صلى الله عليه وسلم يجلس معه يعلمه القرآن ويجي ويقرأ علينا، إنما يعلمه بشر، صح؟ لا، ويتهمونه أنه الذي علمه بشر، واحد أعجمي، أعجمي لسان الذي الحدود فيه أعجمي وهذا عربي، قرآن ما استطاع يأتي بمثله. يقوم في واحد أعجمي يختلي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد معاه جلسات خاصة يعلم القرآن ويجي. إذا قلتم أن كلام الله ليس كلام الله، كلام غير الله، يعني كلام المشركين صحيح لما قالوا إيش إنما يعلمه إنه يعلم بشر. نعوذ بالله من هذا الكذب، نعوذ بالله من هذا الضلال، بل هو كلام الله عز وجل. ولذلك تحداهم الله عز وجل، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ما يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل. ولذلك أنت وغيرك كم مرة قرأت الفاتحة وكم مرة سمعت الفاتحة؟ مستعيذ في واحد يستطيع يحدد يقول كم مرة أنا قرأتها في حياتي وكم مرة سمعتها؟ ولو كان شباب صغير صار له تو بالغ 5-7 سنوات يقول له كم مرة قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتك؟ ما أحصل، ما أدري كيف. هذا واحد متقدم في السن صار له 60-70 سنة يقرأ الفاتحة ويسمعها من عشرات بل مئات الأئمة، هل يجد المسلم سآمة من قراءتها وتكرارها؟ أبدا.
لو خبر من الأخبار أو قصيدة من القصائد أو حكاية أو خبر قديمة سمعناه، ها قصيدة مليناها، لكن القرآن اقرأ الفاتحة واقرأ وكرر وكرر، ما تمل، لكن قد تكل، تتعب صح لكن تمل، ما مهما تسمعها بأصوات مختلفة بأداء مختلف، مهما تقرأها تجدها شيء كأنه يتجدد. لماذا؟ لأن كلام الله مو كلام البشر، كلام الله سبحانه وتعالى. وجد بعض الكفار يسمع القرآن وهو لا يعرف العربية، فيجد زلزلة في نفسه، يقول والله يزلزلني الكلام هذا، إيش يقول؟ قال ما أدري، أنا ما أعرف عربي، لكن هذا مش كلام كالعادة. فصحاء العرب سمعوا القرآن اللي كانوا يعرفون الشعر والنثر، ومع ذلك لما سمعوه قال ليس بالشعر، ما هذا الشعر الذي نعرفه، هذا شيء آخر. نعم شيء آخر، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. إلى ماذا يفضي الأمر إذا قيل حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ يعني الله إيش؟ الله لا يتكلم، وهذا الذي يريدون. طيب وإذا قلتم الله لا يتكلم إلى ماذا سيريد أن تصل؟ قال حتى لا نمثل الله بالمخلوق، المخلوق هو الذي يتكلم، المخلوق هو الذي يتكلم. طيب في مخلوقات ما تتكلم وهي الأكثر، الأكثر الجمادات الأصنام ما تتكلم. يعني أنتم الآن فررتم من أن تصفوا الله عز بأنه يتكلم، فمثلتموه بماذا؟ بالمخلوق الذي لا يتكلم، مع أن المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. يعني ما استفدتم شيء من هذا الفرار، لكن وقع في نفوسهم التمثيل. إذا قلنا الله يتكلم إذن يماثل المخلوق الذي يتكلم، لا 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 الله لا يتكلم. طيب إذن يماثل المخلوق الذي لا يتكلم؟ قال لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم. قلنا سبحانه قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، مع أن الذي يتكلم حتى في المخلوقين أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. ثم هذا المخلوق الذي يتكلم من علمه الكلام؟ الله عز وجل أنعم على الله عز أنعم على الإنسان بنعمة الكلام، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. عجيب هذا النطق، هذا نعمة عظيمة. وتشوف أنت انظر الذي إيش لا يستطيع أن ينطق ماذا يحصل له، شوف يتحرك وكيف يمكن يوصل معلومة يمكن ما يوصلها، لكن سبحان الله إنسان بكلامه يعمل عماي، يستطيع يذب عن نفسه، يستطيع يعبر، يستطيع يتكلم، يستطيع يدافع، حروب تقوم بسبب الكلام. كلام نعمة عظيمة وشيء كبير، فكيف يسلب الله عن هذه الصفة، صفة الكمال والجلال، فيكون مخلوقات تتكلم والله لا يتكلم؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. الله عز يتكلم كلاما يليق به، ليس ككلام المخلوقين أبدا. من قال أن كلام الله كالمخلوقين فهذا كقول المشركين لما قال عن القرآن إن هو إلا قول البشر. والذين يحرفون صفات الله عز وجل وينفون كلام الله تبارك وتعالى، ترى ما نفوه إلا بعد ما وقع في أنفسهم وفي قلوبهم أنه كلام البشر. قالوا إذن الله كأنه بشر إذا يتكلم، لا لا الله لا يتكلم. هم ما نفوه إلا بعد ما مثلوا، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. وأما أهل السنة أهل الحق أهل القرآن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أتباع الصحابة أتباع السلف الصالح، فإنهم يقول الله يتكلم ومن كلامه القرآن، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، وإن قرأه القارئ وإن تلاه التالي وإن كتب في المصاحف يبقى القرآن كلام الله حقيقة. لماذا؟ لأن الكلام ينسب لمن؟ إلى من قائل من قاله أولا، والذي قال القرآن أولا وتكلم به أولا هو من؟ هو الله عز وجل. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، صح؟ ولذلك لا يشكل علينا أن الله عز وجل ذكر عن القرآن بأنه قول رسول كريم في موضعين. ماذا قال الله عز وجل؟ إن هو إلا قول رسول كريم، ها
أي لا الآية الثانية. وما هو بقول الشاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. من هذا؟ من هذا الذي ما هو بشاعر ولا هو بكاهن؟ الرسول. إذن القرآن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بقول كاهن ولا بقول الشاعر ولا بقول كاهن. وفي آية أخرى قال إن هو إلا قول إيش؟ قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، يعني جبريل عليه السلام. هنا قول الرسول الكريم سواء جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم نسب إليه باعتبار أنه مبلغ، لا باعتبار أنه ماذا؟ ها إنه هو القائل. وهذه اعتبارات، وهذا معروف، هذا كلام فلان يقال عنه لأنه تكلم به، وقال هذا قال كلام فلان لأنه مبلغ. واضح؟ الآن لما أقرأ قول الله، لما أقرأ الحمد لله رب العالمين، من المتكلم؟ أنا المتكلم، صح؟ فلما أتكلم كلام طويل ومن ضمن آيات، فيقول هذا كلام فلان، ها هذا آيات، مع أن ضمن كلام إيش استدليت ببعض الآيات، صح؟ الآن هذا الكتاب كتاب من؟ شيخ إسلام تيمية، مع أن في آيات قرآن. ويقال من ألف هذا الكتاب؟ هل معنى هذا أن الشيخ إسلام تيمية ألف الآيات اللي داخله؟ لا، ما ألف الآيات، لكن هو ألف الكتاب واستدل ببعض الآيات. والآيات هذه اللي استدل بها تنسب إلى من؟ الشيخ إسلام تيمية الذي ألفها، هو نقلها من القرآن، والقرآن منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم سمعه ممن؟ من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى. فذاك الشيخ يقول وإن قرأه القارئ وإن كتب في الصحف فهو كلام الله عز وجل. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعاني، حروفه ومعاني. لأن من أهل البدع من يقول أن المعنى من الله والكلام من المخلوق، أما من جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو موسى عليه السلام. حتى لما كلم الله عز وجل موسى تكليما، حتى لما ناداه فإنه خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة نادت موسى. عجيب، يعني الشجرة لما خلق الله الكلام في الشجرة والشجرة نادت موسى في الوادي المقدس طوى، تقول له إني أنا الله، يصلح؟ يصلح أن يقول أحد غير الله لموسى إني أنا الله؟ يا موسى لا تخف إني أنا الله، يصلح؟ يصلح ولا يصلح؟ لا يصلح، إلا القائل من اللي يقول إني أنا الله؟ الله عز وجل. شوف هؤلاء سبحان الله العظيم عقائدهم باطلة، عقائدهم باطلة، لأن عقائدهم الأهواء، وبما أنهم الأهواء فالأهواء تخطئ كثيرة. أما إذا كانت عقيدة من الكتاب والسنة فالكتاب والسنة معصومان، لا يمكن. الذي تكلم وكلم موسى حقيقة هو والله عز وجل. لو كان شيء آخر كلم موسى غير الله عز وجل لما كان لموسى ميزة أن يقال عنه كليم الرحمن، ما كلنا يكلم بعضنا بعض، صح؟ إذا الشجرة كلمت موسى فما ميزة موسى حتى يقال عنه كليم الرحمن؟ لم يكن كليما للرحمن إلا لأن الله عز وجل ها كلمه، الله الذي كلمه. وشو أهل البدع؟ جاء مجتهدين اجتهادا عظيما حتى ينفوا أن الله يتكلم، سبحان الله. حتى جاء أحدهم فقال لي أحد القراء أريدك أن تقرأ، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يحرف وانت قارئ مشهور وروجها خل تمشي بين الناس. لما الآية الآن في المصحف كيف؟ وكلم الله، الله لفظ الجلال هنا في محل رفع فاعل، الله الذي كلم، وموسى مفعول به منصوب على نصب الفتحة المقدرة، ما تظهر حركات على ألف، منع منظورها التعذر. كلم الله موسى تكليما، فقال هو إيش أبيك تمشيها؟ اقرأها وكلم الله موسى تكليما، يصير من كلم من؟ موسى كلم الله. خليها يريد إيش؟ أن ينفي أن الله يتكلم، يعني موسى أكمل من الله لأن موسى على الأقل يتكلم، أما الله ما يتكلم.
فيريد أن يحرف القرآن، بدل وكلم الله الله موسى تكليما يجعل وكلم الله موسى تكليما. القارئ هذا قال لهذا المعتزلي: هب أنني طعتك وقرأت وكلم الله موسى تكليما، وهي إيش؟ كلم الله. فماذا تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، هذه ربه كلمة ولا كلمتان؟ ربه كلمة ولا كلمتان؟ يا جماعة ربه كلمة ولا كلمتان؟ صح كلمتان، حاولت أشككم بس منتبهي ما شاء الله، كلمتان. ربه رب هذه كلمة، هو هذه الهاء ضمير متصل كلمة هذه. طيب لا يمكن أن يكون الضمير المتصل بكلمة يعود إلى ما اتصل به، ربه الهاء هذه تعود إلى الرب؟ ما يمكن، ما يستقيم الكلام. تبهتم؟ لابد أن يكون الرب شيء وما أضيف، لأن الكلمة ربه كلمتان مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، فلا يمكن أن يكون مضاف هو نفسه المضاف إليه، فلا يمكن حينئذ أن يستقيم. فلما جاء موسى لميقاتنا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ها من الرب كلم من؟ كلم ربه، كلم الهاء لا تعود إلى من؟ إلى موسى يقينا، ما في مجال. قال افرض أنك قرأت وكلم الله موسى تكليما، مع أنها هي وإيش؟ وكلم الله موسى تكليما، فماذا تفعل بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فأفحم ذاك المعتزلي، سبحان الله، كل هذا كل هذا تجنبا لأن يصف الله عز وجل بصفة الكلام. معنى صفة الكلام صفة إيش؟ كمال. تكلم الله عز وجل كلمة، صفة عظيمة لله تبارك وتعالى، في المخلوق صفة كمال، فكيف بالخالق الذي هو الذي أعطى المخلوق أصلا؟ فهو أولى بالكمال سبحانه وتعالى أن يتكلم. لذلك حروف القرآن ومعاني القرآن كلها من الله عز وجل، ولذلك أهل السنة ماذا يقول عن كتاب الله عز وجل؟ أن عن كلام الله، أن الله يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت. إذا رأيت واحد يقول كلام الله ليس بحرف ولا صوت، لا سبع نقول سبحانه، ما سبحانه من كلامه ليس بحرف ولا صوت، سبحانه نعم سبحانه، لكن تسبع الله أن يتكلم بحرف وصوت؟ هذا كلام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن الحسنة بعرش أمثالية، لا أقول ألف حرف ولا لام حرف وميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا ثم أقول لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول إيش؟ ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويأتي واحد يقول كلام الله ليس بحرف، من نصدق؟ من نصدق؟ صدق هذا المبتدع أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ شوف، ثم كلام الله عز وجل هذا القرآن أليس بحروف؟ حروف وكلمات وجمل وسور، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فهؤلاء يقول الله عز وجل يتكلم بغير حرف ولا صوت، لما يتكلم بغير حرف ولا صوت؟ قاعد قلنا يتكلم بصوت مثلناه بالمخلوق. طيب الصم والبكم هؤلاء يتكلمون بعد غير صوت، لا يتفاهمون بعد، كيف يعني؟ أنت الآن فرطت من أن تصف الله عز وجل بأنه يتكلم بصوت حتى لا تصفه بالمخلوق الذي يتكلم بصوت، فماذا فعلت؟ مثلته بمخلوق يتكلم بلا صوت، بعد ما يتكلم يعبر، فأنتم فررتم من شيء وقعتم بالشر منه. لا لا لا، يتكلم بغير صوت ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم بغير صوت. قلنا لهم سبحانه، قولوا يتكلم بصوت ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم بصوت. موسى عليه السلام سمع من لما ليش ناداه؟ سمع الله عز وجل، قالوا إني أنا الله. قال يا موسى لا تخف، أقبل ولا تخف، رب العالمين هو الذي نادى موسى. وإذاك الله يوم القيامة يكلم أهل الجنة، وذاك من عقوبة أهل النار أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لكن أهل الجنة يكلمهم الله تبارك وتعالى ويناديهم. وذاك رب العالمين لما كلم موسى قال كلمه موسى، وقال إيش؟ وقربناه نجيا، ناداه كلمه وناداه وناجاه، كل هذه الألقاب تطلق على ماذا؟
على الكلام. لذلك تارة قال نادى، تارة قال ناجاه، تارة قال كلمه، ومع هذا الوضوح كله يقول الله لا يتكلم. إليما أصلا صفة الكلام صفة كمال، لا عز يتكلم بحرف وصوت. وذاك يوم القيامة صحيح البخاري ينادي الله عز لما يجمع الأول والآخرين، يناديهم بصوت، ينادي ميش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، الكل يسمع. فالله عز وجل يتكلم وكلم موسى ويكلم أهل الجنة ويتكلم الموقف، وكلم الله موسى تكليما حقيقة بصوت وحرف، والقرآن كلام الله عز وجل منزل عن محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وله يعود، وكلام الله حقيقة لا نقول حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله، بل هو كلام حق ليس إيش بالهزل. طيب قول الفصل ليس بالهزل. طيب يقول حروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وإنما كلام الله ماذا؟ الحروف، الحروف والمعاني. نعم. قال فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به. يعني لما يقولون كلام الله نفسي، شو كلام الله نفسي؟ كلام الله نفسي أصل الكلام النفسي لا يقع عنه كلام إلا إذا قيدته قلت نفسي. لو قال دخلت على فلان الحاكم الفلاني ولا المسؤول الفلاني ولا واحد خطير، فقال لي كذا وكذا، فقلت لو كذا وكذا وكذا وكذا، الله ما شاء الله عليك والله شجاع، بعدين ايش قال؟ قال لا قلت بنفسي كذا وكذا. لا بنفسك حين ما قلت، يعني ما حد يقبل منك ان كلام نفسي تعده كلاما، صح ولا لا؟ ها لو كان الكلام نفسي يعد كلاما كان كل واحد تكلم في نفسه في شيء اثناء الصلاه بطلت صلاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء ايش من كلام، من كلام الناس. لو وعده يصلي صلاه الظهر قال الحين اذا طلعت اروح مدرسه اجيب العيال امر الجمعيه اشتري، يعني هو جسم الصلاه، هذا صلاته باطله. نقول لا هذا صلاه ما هو باطل لانه ما تكلم. لكن لو قال يا امام عجل عجل ورانا مدارس ورانا عيال يلا طولت عليه بالصلاه، هذا بطل الصلاه، صح ولا لا؟ فكلام النفسي ما يقع عنه كلام الا ان يقيد بالنفس. المفروض لو كان الله تكلم بنفسه ما تكلم حقيقة لما قال وكلم الله موسى تكليما. حتى رب العالمين لما تكلم عن المنافقين قال ويقولون بأنفسهم، ها يقول بأنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم كلام ما لا يبدونه لك، لكن الله ما قال يخفي في نفسه، قال تكلم. القول بأن الله كلام الله نفسي يريدون ماذا بذلك؟ أن ينفوا صفة الله عز وجل، نسأل الله العافية. طيب في مسألة أخرى مهمة جدا، بعض الناس يقول هذه مسألة أيام الإمام أحمد محمد في القرن الثالث، مخلوق ولا مخلوق؟ راحت اندثرت، ليش جايبينها كل يوم الثاني مجدد؟ ما في حاجة جددها إلا أنتم، فما رأيكم؟ محتاجين للوحدة، محتاجين للاتحاد المسلمون. شوف البطالة، شوف الفلوس اللي تنباك، شوف المليارات اللي رايحة، شوف القدس أخذوا اليهود، أنت جاي تقول لي مخلوق مو مخلوق؟ ما أنه ما أنه مخلوق ولا مش مخلوق، إيش رأيكم؟ ترى إخوان كلام الله أهم بكثير من القدس، أهم من الكعبة. كلام الله صفة الله عز وجل، الإيمان بالله أعظم شيء هو الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل. إذا أنت جعلتم الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يسخر ولا يرضى ولا يعذب ولا ينعم ولا يعطي ولا يمنع ولا يقيم القيامة ولا خلق الجنة ولا خلق النار ولا في جنة ولا في نار، هذه كلها بس فقط. هكذا لعب الناس عقيدة بعد عقيدة بعد حتى جاء الإلحاد، وإلا الله ليس بشيء لا يتكلم، حتى بلغ الأمر فيهم أن يقول الله ليس موجود ولا معدوم، عشان نطلع منه، عشان إذا قلنا موجود فالمخلوق موجود، حتى لا نمثله بالمخلوق فنقول لا موجود ولا معدوم. الإلحاد اليوم أكثر بكثير من أيام الإمام أحمد حنبل رحمه الله، كثير جدا يا أخوان. اليوم الناس تتكلم عن القرآن كأنه كما يقال للأموات في حالة وفاة، اقرأ القرآن. ها اليوم واحد لو دخل أحدنا أو أحدكم أو أحدهم البيت فوجد التلفزيون اليوم كله قرآن 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 قرآن، الظاهر في واحد ميت من إيش؟ مهم بالدولة، قرآن 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 أكيد، كأن القرآن هذا فقط إيش؟
للأموات، مع أن الله عز وجل قال لتنذر به إيش من كان حيا. القرآن للحياة ليس للأموات، بل من البدع قراءة القرآن على الأموات. اليوم الناس يصرحون بكل وقاحة الدستور أهم من القرآن. شنو القرآن؟ القرآن هذا تعبد الله فيه، تقرأ فيه، تصفر. الدستور إلا الدستور. ها دكاترة بالشريعة، مش الليبرا، دكاترة بالشريعة يقول إلا الدستور. شوف يعني اليوم الإهمال بالكتاب الله عز وجل وجعله كأنه كلام جرائد ولا يلتفت له. والله يا أخي بعض الناس تكلمة تقول له قال الله، قال لا لو سمحت خل الدين على صوب. أنا كلمك شنو الدين على صوب؟ شو خلي الدين على صوب؟ الدين ما خلقت إلا من أجل الدين. ما خلق لما الله أرسل رسل وأنزل كتب؟ لما الله أنزل القرآن؟ أنزله لنا خلى على صوب. يعني إذا كان في زمن إمام أحمد حنبل المعتزل يقول القرآن مخلوق، والله بس ما قال خلوا على صوب. جل يوم الناس يقول خلى على صوب، لا 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 أتكلم من القرآن، لأنه ما يعرف القرآن، هو ما يعرف الشرع. شوف بعض ما واحد مرة يقول لي رجل كبير بالسن قال المشكلة يعني يقصد المشكلة، أنا يقصد المشكلة أن في ناس شرعيين يتكلمون بالسياسة، ودك اللي شرعي ما يتكلم بالسياسة يقول هكذا. طيب أنت شرعي ولا سياسي؟ والله هكذا. قال لا شرعي ولا سياسي. قلت يا سبحان الله، لا شرعي ولا سياسي حق له يتكلم، واللي شرعي ما حق له يتكلم. شو الكلام هذا؟ شو المبدأ هذا؟ يبيك أنت خلاص إمام مسجد، القرآن في المسجد، القرآن للأموات، القرآن للبركة. بعض الناس ما يعرف صوت البقرة إلا إذا صار عندهم واحد مصروع في عفريت في جن قال عطني صوت البقرة، بعد ما يتنزل يقراها، حط المسجل وخليه يقرأ. كيف هذا؟ إذا جعلنا كتاب الله مهجورة، هجرنا كتاب الله عز وجل. كتاب الله كلامه أنزل الله عز وجل هدى ونور وشفاء، يدعو التي أحسن التي أقوم، من اعتصم به نجا، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، واعتصم بحبل الله جميعا يعني بالقرآن، ولا تفرقوا. ما تفرق الناس إلا اليوم بالأهواء، كل واحد حاط له دستور، كل واحد عنده اقتراح، كل واحد عنده قول، كل واحد عنده عقيدة، كل واحد عنده شبهة. تفرق الناس، فإذا جئت تدعوهم إلى أن يتحدوا، إلى أن في مصدرهم في دينهم، قال أنت جئت تفرقنا. ما أنتم متفرقون أصلا، لن نتحد إلا إذا وقفنا على كتاب الله سنة رسوله. إذا توحدنا على كتاب الله سبحانه وتعالى توحدنا. وذاك تجدهم يأتون بأشياء غريبة عجيبة. فلسطين المسألة التي تجمع الأمة. إيش فلسطين تجمع الأمة؟ كيف فلسطين تجمع الأمة؟ فتأتي واحد نصراني يدافع عن فلسطين، شيوعي تارك صلاة، يقولك فلسطين أهم شيء، فلسطين لو أضع يدي مع الشيطان الرجيم المهم رجع فلسطين، بلدي لا تقول لي نصراني مسلم المهم بلدي. صار القرآن هذا ايش؟ صار الدين ماله؟ صارت فلسطين اهم من الدين؟ والله ما اهم من التوحيد، ما في شيء اهم من الدين. ما خلقنا لاجل فلسطين، ما خلقنا لاجل الكعبة، خلقنا لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا والمسلمين. لكن هكذا يريدون صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، يجعلون قضية من القضايا كأنها هي التي يجب أن نكون لها ومن أجلها ونموت من أجلها ونحيا من أجلها. الوطن وبس، والدين الدين كيفه؟ غلط هالكلام، غلط كبير، هذا ضلال مبين. بعض الناس يربي عيال يقول شوف أنا أهم شيء ضيوفي، صليت ما صليت حق نفسك، كيف كنت بس الضيف، شلون الضيف أهم من الصلاة؟ أصلاً هذا إذا صلى بيكرم الضيف، إذا ما صلى، إذا ضيع صلاته بيضيع مو الضيف، بيضيع مو بعد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اضبط الدين، دين الله عز وجل الذي أكرمنا به، خلى على صور. والله هذا أيام الإمام أحمد حنبل، كيف لا أيام أحمد حنبل؟ اليوم زاد الشر، زاد تعطيل الصفات، زاد عدم الخوف من الله عز وجل، زاد لا مبالاة في دين الله، أصبح القرآن كأنه ليس بقرآن، أصبح القرآن مهجورا. والله بعض الناس يقول إيش كما في المثل، ويجيب آية يقول كما في المثل، ما أدنى قرآن، وكما قيل في المثل، ويأتي بكلام ليس بقرآن يقول إيش قال الله تعالى.
الأقربون أولى بالمعروف. يا أخي هذا مو قرآن ولا حتى حديث. قول حق الناس هذا الأقربون أولى بالمعروف، أي سورة؟ واحد يقول النساء، واحد يقول الأنعام، واحد يقول البقرة، واحد مو قرآن. ويأتي بقرآن ما ظنه قرآن. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يجب أن نتمسك بالقرآن، نقرأ القرآن، أن نقرأ بالقرآن، أن نتلو القرآن. الله يقول محمد صلى الله عليه وسلم رتل القرآن ترتيلا، يقول ولا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ما يصير نترك كتاب الله عز بهذه الطريقة. لذلك عبث من عبث وقال مخلوق مش مخلوق، شو دخلنا المخلوق والمخلوق، المهم فلسطين، المهم قضية الأمة، المهم البطالة. ملايين تنباق، ملايين ملايين ملايين، والله ما ينباق منك شيء. كاتب الله لك اصلح دينك، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياع من أعظم الخسران. تفضل، ايش رايك نريح عشان ناخذ السلام؟ طيب الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. يا اخي كنا مكان مظلم ورا الشف ما في ليتات، لا يمكن غير المكان اذا كذي. هذه شوي شوي قاعد خاب زحزحنا شوي صاحب المحل، اليوم طفي ليتين بكره طفي قصتنا. شوف اما تحط اضاءه زينه تهديد. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة، صلى الله عز وجل ييسر وأن يفتح على بصيرتنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. تفضل. أحسن الله إليك. يقول أنا أعمل عند أخوتي ويسمعون الأذان ويحلفون بغير الله، وبعضهم لا يصلي وإنتهوا من العمل في الطريق، يسمعون الأغاني وأنا الحمد لله أطلب العلم، هل فعلي هذا من الصبر أم علي ذنب؟ هل فعلي هذا من الصبر التواصل معهم أم علي ذنب؟ يا أخي الدين النصيحة، لا تيأس، ادعوهم وادعوا الله لهم، هم على خطر عظيم، يتركون الصلاة ويتهاون بها ويفعلون المعاصي، فهم على خطر عظيم. لو رأيت أخاك محتاج إلى مال أو علاج أو نحو ذلك ما تأخرت عنه، فكيف هو محتاج النصيحة إلى من ينقذه من نار جهنم؟ تارك الصلاة هذه إلى جهنم، إلى جهنم. رب العالمين ذكر هذا في كتابه، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. فأنت لا تيأس، أصبر أثبت وكرر كرر. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام. أنت ما دعيت قومك أخوانك 50 عام ولا يمكن 50 مرة كلمهم الله. اجتهد وادعو الله أن يهديهم، لا تتخلى عنهم، انصحهم حتى لو زجروك، حتى لو تضايقوا منك، كرر عليهم حتى يكتب الله لهم الهداية إن شاء سبحانه وتعالى. نعم. لكن أيضا احتمال حتى السعودية تنقلب علينا وتحتل بعض دول الخليج، فما تعليقك؟ الله المستعان، الله المستعان. السعودية بعلمائها بولاتها هو آخر معقل للمسلمين. لا توجد أرض مثل بلاد الحرمين في عنايتها بالتوحيد، كتب، مشايخ، علماء، مساجد، من الأولى ابتدائي حتى الجامعة هم الوحيدون الذين يعتنون بالتوحيد بهذه العناية، لا مثيل لهم في الدنيا حاليا. ومن كان على التوحيد والعقيدة السلفية خارج المملكة تجده قد استفاد من علماء المملكة. حتى الحديث في الهند، في السودان، في السنغال، في بنغلاديش، في المغرب، في المشرق، تجدهم تخرجوا من الجامعات الإسلامية، من الجامعة الإسلامية في المدينة، من جامعة الإمام، من جامعة أم القرى، تلمذوا على المشايخ علماء، خذوا من كتب، تراسلوا معهم، فاستفادوا بالتوحيد والعقيدة. للأسف الشديد أن هذه المملكة تحارب حتى من بعض أبنائها، بعض أبنائها إخوان
يسمي المملكة المهلكة المهلكة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي الروافض في إيران ما يهاجمون إيران كما يفعل بعض أهل المملكة في المملكة. هذا آخر معقل المسلمين، آخر من يدافع عن العقيدة هذه البلاد وولاتها وعلماءها. العداء لها شديد من كل مكان، من الداخل ومن الخارج. يمكن أكثر بلد يفد إليها المخدرات والحشيش المملكة، أكثر بلد تسب وتشتم المملكة. تجد المسلمين توغر صدورهم على هذه المملكة المهلكة المهلكة. حتى بعضهم يقول هذه أطهر أرض وأنجز شعب. لماذا هذا الكلام؟ البلاد الأخرى فيها قبور، فيها دعارة، فيها شواطئ عراق، فيها ملاهي، فيها سب الله بالشوارع، ما يتكلم عليه كما يتكلم على المملكة. مش مقصد المملكة، قصد الدين اللي في هذه المملكة. ماذا يبقى لنا إذا نحن أيضا حاربنا المملكة؟ يا أخوان، من أنا أتعجب من الناس من الكويت يتكلم عن المملكة يقول والله يمكن السعودية تحتلنا. ما سمعت الكلمة المسجلة الخالد ستبقى إلى أن يشاء الله؟ ماذا قال الملك فهد رحمة الله عليه؟ قال إما أن تبقى الكويت والسعودية أو تروح الكويت والسعودية. ما حد وقف معنا يا أخوان ودافع عن الكويت لما احتلت الكويت مثل المملكة، فتحت أبوابها كلها، مطارات، معسكرات، أموالها، مليارات انفقت حتى تخلصنا من البعث، حتى تخلصنا من هذا الملحد صدام. ثم يأتي الآن بعض، لكن للأسف خلنا نقولها بصراحة، في ناس من الكويت ولاءهم ليس للتوحيد، إما روافض ولا الليبراليون ولا نحو ذلك، ويتكلم عن المملكة. أما واحد يعرف السنة، يعرف الحديث، يعرف التوحيد، يعظم التوحيد، يتكلم عن المملكة؟ نعوذ بالله. والأغرب من هذا أن بعضهم يقول سالم الطويل يقول هالكلام، أنا أقول هالكلام؟ أنا بالله عز وجل ثم بمشايخ المملكة، والله ما كنت أعرف شيء لولا الله عز وجل ثم مشايخ المملكة، هم اللي علمونا. والله أصل من أصول السنة ست أصول ذكرها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الأصل الثالث في الأصول الستة، قال الأصل الثالث قال طاعة ولي الأمر. هذا ما نعرفه بالكويت. والله دعاة أتوا إلى هنا من بعض البلاد العربية ما علمونا هذا الكلام، والله ما علمونا الكلام. يسوون حزب ويحطون أمير منهم فيهم ويبايعونه ويسوون هذا هو ولي الأمر الذي يطاع. يطلعون البر، شوف يطلعون البر ويحطون واحد أمير في المخيم ويقوم واحد يتكلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. من هو أميري؟ هذا مال الطلعة، وهذا مال الطلعة تابع للتنظيم إيش السري. هذا اللي يعلموه. ما عرفنا أن ولي الأمر يسمع له ويطاع بالمعروف إلا من علماء المملكة، هم اللي علموا هذه الأصول، هم اللي علموا التوحيد. هذه الكتب ندرسها، ماذا ندرس؟ كلها من علم أهل التوحيد علماء المملكة. نحن بالله عز وجل ثم بهذه المملكة بولاتها وعلمائها، ويجب علينا وجوبا، مش مستحب، مش من باب الله رد الإحسان بالإحسان، والله وجوبا أن ننصر التوحيد وأهل التوحيد. ولا يعلم في هذا العصر كما يقول هذا الشيخ بن باز رحمة الله، ابن باز رحمة الله عليه، يقول ما يعلم في دولة مثل هذه الدولة تنصر الدين والتوحيد والسنة. نعم، فكيف واحد يتكلم؟ فيها أخطاء، ما قلناك معصومة، في أخطاء، لكن ما نقول لها العداء ومهلكة ومهلكة ونقول واليوم اليوم تروح تستحلنا ومش عارف إيش الكلام. لا يجوز، لا يجوز يا أخوان. اليوم الكل ينظر إلى نصرة الإسلام والمسلمين من خلال هذه الدولة من ولاتها وعلمائها، ولا انظر إليه مش يا بعثي يا علماني يا اشتراكي يا ديمقراطي يا رأسمالي يا الشرق يا غرب. وهؤلاء للأسف إن من أبنائها من يهاجمه. المهلكة المهلكة، سعودي يقول مهلكة مهلكة، روح إلى بلد أخرى، روح إيران سب إيران شوف، والله ما يرضون. وأنت تأتي تقول مهلكة المهلكة، احمد الله عز وجل عندك التوحيد. والله إن فيها ما لم يسمع في كثير من الدول في التاريخ. شفت الناس يا أخوان المسلمون اللي يبكون على الخلافة الخلافة الخلافة، على دولة ما كانت خلافة، كانت دولة فيها قبور وفيها تصوف وفيها فساد عظيم، بينما هذه البلد يقام فيها التوحيد ويدعى للتوحيد، ولاته وحكامها يدعو للتوحيد، كتب المؤلفة اللي توزع بالمجان بالتوحيد بإخلاص الدين لله عز وجل. هذا ما يوجد. عطني في بلد تغلق وقت الصلاة، عطني في بلد فيها حج عمره، حج العمره عندهم،
عطني في بلد يجتبى بها الزكاة وتوزب وتوزع فيه كل مكان. عطني في بلد الذي يفطر علن ولو كان كافرا يعاقب. أركان الإسلام ظاهرة. والله واحد تكفيري يقول طيب السعودي شو رايك فيها؟ يقول رايتها عمية. شو عمية؟ عمى بعينك. شنو بعمية؟ ما تعرف أنت الإسلام؟ ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ أنت تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج، هذا الإسلام. هذا أنا ما سألتك عن بوركينا فاسو عشان تقول والله ما أدري عنها. المملكة فيها أركان الإسلام الخمسة ظاهرة، تقول لي عمية؟ حقد عجيب على، لأنه والله ما يريدون، ما يريدون إلا أن يسقطوا التوحيد، أن يسقطوا السنة. فإذا كتكم هذا الكلام ما يجوز هذا الكلام. من يبقى لأهل التوحيد إذا نحن إذا كنا إن كنا موحدين أيضا نعادي أهل التوحيد؟ والله ولو لو لو أن إنسان لقي الله عز وجل بكل ذنب إلا الشرك لا يرجى له أن يغفر الله له. لكن لو أتى الله لقي الله بكل طاعة لكن بدون توحيد حبط عمله. توحيد عقيدة السلفية ما توجد إلا في هذه البلاد علنا بمناهجها بمدارسها بجامعاتها بدعوتها، وعليها أعداء من كل مكان من الداخل ومن الخارج من كل حدودها من كل وسائل الإعلام حتى من بعض أبنائها. ثم يأتي البعض يقول والله راح تحتلنا يوم من الأيام. أعوذ بالله من الكلام. وإذا هذا الكلام منسوب لي الله المستعان. يا أخي نسب الله الولد وهو الذي لم يلد ولم يولد، وقال على رسول الله شاعر مجنون وهو الصادق الأمين. تبعد أنا ما يقول عني لا وإنترنت بعد كل واحد من وراء التويتر يقولون ما يقولون. لك أبرأ إلى الله إني أشتم هذه المملكة أو أقول أنها ستحتل الكويت أو نحو ذلك. أبرأ إلى الله، والله ما لترف بهذا الكلام ولا وقع في قلبي في حياتي قط. لك الله المستعان. منهم لله عز وجل، الله يتولاهم. ننصر هذا الدين يا أخوان، ننصر أهله، ننصر التوحيد الصحيح. مو نصير مثل التبليغ ننصر الدين ننصر الدين ننصر البدع، لا ننصر الدين الصحيح. ترى كل شيء اسمه دين، لكن الدين الصحيح العقيدة الصحيحة التوحيد لا إله إلا الله بمعناها الصحيح أركان الإسلام كما أنزلت. ننصر هذا، هذا الواجب علينا وجوبا ليس مستحبا بل يجب. هذا والله المستعان. تفضل. أحسن الله إليك. ما الفرق بين صفة الصبر والحلم لله تعالى؟ الصبر كثير من الصفات والأسماء يكون معانها متقاربة وتتداخل، لكن الصبر قد يكون من معاني الحلم وقد يكون أوسع من ذلك. فنصف الله عز وجل إيش بالصبر كما وصف نفسه جل وعلا وكما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أصبر من الله عز وجل، يعني يرزق عباده ويشتمونه ويقول له ولد ويصبر عليه ويحلم عليه. فقد تكون هناك في تداخل دقيق يحتاج إلى مراجعة لكتب اللغة حتى إيش نعرف الفرق بين هذا وهذا. لكن القاعدة أن ما في لله عز وجل اسمان ولا صفتان متطابقتان في المعنى 100% إلا تكون إيش يعني لكل اسم معنى يستغل به عن المعنى الآخر. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي وما التفصيل في معنى الحديث القدسي؟ القرآن كلام الله تكلم الله به منه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإليه يعود. لكن في فرق بينه وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي أيضا كلام الله وتكلم الله به. ويقول شيخ الثيمين لا نقول كما يقولون المعنى من الله واللفظ من رسول الله، لأن هذا لم يرد عن الصحابة، بل نقول قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي. لكن في فروق بين القرآن والكلام القدسي كما أن في فروق بين القرآن والتوراة والإنجيل. من الفروق أن القرآن معجز تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، لكن لم يتحداهم بماذا؟ بالحديث القدسي. أن القرآن متعبد بتلاوته الحرف بعشر حسنات، وليس كذلك الحديث القدسي. أن القرآن يقرأ فيه في الصلاة وتصح به، بينما الحديث القدسي لا يقرأ الصلاة وتبطل الصلاة به. إلا واحد قرأ غير المغضوب عليهم والضالين آمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة، البطل الصلاة. القرآن يقرأ بالصلاة وتصح به الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ بالصلاة ولا تصح به الصلاة. القرآن منقول بالتواتر والحديث القدسي لا، كل حديث قدسي أحد، ما في حديث قدسي متواتر، ومنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع، وليس كذلك القرآن. فهذه فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي.
لكن أعيد وأكرر، شيخنا الثمين نبه لا نقول كما هو وارد في بعض الكتب، حتى الشيخ نفسه يقول كنت أقول كما يقولون أن الحي القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت أن هذا ما قاله الصحابة، فنكتفي أن نقول قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى، أو أن الله تعالى قال، أو أن الله تعالى يقول كذا وكذا. نعم تفضل. أحسن الله عليك، اشتريت من محل سلعة بقيمة 9 دنانير وأعطيت صاحب المحل 10 دنانير وقال لي لا يوجد لدي باقي الآن، فهل إذا تركت الباقي عنده إلى اليوم الآخر هل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا، الصحيح أنها ليس من الربا. صح ان في بعض الناس تكلموا روج يعني مقطع ان هذا لا ليس صحيح، ليس الربا، في فتوى لدينا دائمه هل ليس من الربا. الربا تعطي واحد 10 دنانير تقول اعطني ايش اصرفها لي، طلع لك اعطاك 5 و4 دنانير قال باقي دنانير، قال تعال بكره الحين مع هذا ما يجوز، الصرف مع التاجيل ما يجوز. اما تعطي 10 دنانير تشتري شيء ب9 ويبقى لك دينار عنده يعطيك اياه بعدين هذا لا باس به. نعم أحسن الله إليك، ما حكم بعض الرياضات التي يستخدم فيها التفكير وتصفية الذهن مثل اليوغا وغيرها؟ اليوغا وغيرها هذه فيها بعض يا إخوان عبادات للبوذا، يعني لو تنظر إلى أصلها تريد أخي أخي أخلو بالله عز وجل، أذكر الله خاليا ورجل ذكر الله خاليا فباضض عينه، يا أخي صل، والصلاة تكره فيها الحركة وبعض الحركات تبطلها، خليك صل يا أخي ساعتين 3 ساعات بالليل اقرأ واذكر الله عز وجل، يعني تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتركون الكتاب والسنة والتعبد لله عز وجل والأذكار والصلاة والقيام والصيام، ثم تذهب وتجوع نفسك بطريقة البوذا والطريقة اليابان ولا الصين ولا ولا الآخرة، ما لكم كيف تأكل كيف تحكمون. بعضهم يقول تعال عالج نفسك عن طريق الألوان، يمكن هذا وارد السؤال اليوم، واحد قال لي بيسأله اليوم منتشر عالج نفسك اللون الفلاني عاد مال فلاني اللون الفلاني، هي كلها امور ما انزل الله من السلطان، لكن يتفننوا اتصل برقم فلاني يعلمك كيف تعالج نفسك عن طريق الالوان. وللاسف يعني في ناس يتصل عليهم، لكن اكثر جمهورهم من النساء، ناس فاضي وعندها فلوس وخل اذا ما ضرك يقول ما ينفعك ويدخل نفسه في هالمتاهات، اللون فلاني عاد مال فلاني واللون فلاني عاد مال فلاني، وتعال اقرا نفسيتك وتعال وقع وتعال اقرا واطلع لك واسوي لك، هذه كلها وساوس شيطانية كل يوم يتفننوا في شيء. وإذاك تطورت أمورهم الآن يعالج بالموسيقى ويسلب لك اللي مش عارف إيش الطاقة السلبية ويحط لك طاقة إيجابية، وأشياء كلها تجدها إما من بوذا ولا من الصين ولا من اليابان ولا من الإغريق ولا من الرومان، وتركوا كلام الله وكلام رسوله. الله يقول في كتاب علا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من ذكر الله، قل لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تكون لك حرز من الشيطان، كل وساوس تروح عنك هذه، تكون لك حرز من الشيطان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الحي في الصحيحين، فنترك هذا العلاج بالألوان وعلاج بالطاقة السلبية ومش عارف ايه، كل يوم يخترعون شيء، ونأخذ بالكتاب والسنة، نترك هذه الأمور كلها يا أخوان. حتى لو أراك أشياء ما تعرف شو الجواب عليها، دائما هكذا أخوان، الباطل إنما يروج مع شيء من الحق. نعم بعض الناس يأتيك يقول قول بسم الله وقرأ الفاتحة وكذا وكذا، بعدين لما قال قول بسم الله وقرأ الفاتحة وخلك على طهارة، خلك على طهارة حتى يلبس الحق بالباطل. الله يقول ولا تلبس الحق بالباطل، ودائما الباطل لو كان صريحا وجها واحدا ما تروج على كثير من الناس، لكن الذي يغش يريد أن يغش ماذا يفعل؟ يجعل البضاعة السليمة نعلة ثم يضع البضاعة الفاسدة من أسفل حتى يغش، فهكذا يفعلون، يأتي بأشياء ما أنزل من السلطان يقول بس الشرط تكون تصلي والشرط تكون متوضي وتدعي على وضوء ثم تقول كذا كذا ثم تحرق 7 ورقات تحت السرير مع شقة الشمس مع طلوع الفجر وتكون مصلي الفجر ومش عارف فيه حتى يروج باطله. وليش النبي صلى الله عليه وسلم هل قصر معنا؟ كان قال إنه يحرق الورقة 7 مرات وتحت، ولكن كل أشياء نفسية. بعض واحد والله يا أخوان يقول أخذ امرأته عفوا والدته عجوز كبير وراح فيها المنطقة الفلانية ودخلت على واحد المشعوذين وعطاها كذا وعطاها كذا مش عارف إيش وحرقي مع أذان الفجر وهذا تحت السرير وهذا تحت المخدة، خذ وخذ فلوسه. يقول لما رجعت العجوز قامت تصيح خذ قروشي ضحك علي هذا مش عارف إيش، يقول سوت لي سالفة، رجعت قلت الله يرحم والدك والله عجوز سوت لي مشكلة رجع فلوسك. قال آخر رحت مع أمك، يقول خذت الفلوس ورجعت، يقول أمي ما قطت الأشياء هذه خذتها ورجعت الفلوس خذتها، وقامت تحرك تحت السرير قالت والله كني صرت أشوي شوي
كان يعني هذا كله نفسي، هذا الشيء نفسية، ولا صارت أشوى ولا هم يحزنون. لكن هذا يا إخوان استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لو تمسك إنسان كتاب والسنة والله ما في ما عاد يجي لا شيطان ها ولا وسواس ولا يهوجس ولا هم يحزنون. لكن تبي يروح منك بالمرة ما يروح. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. هذه معركة بين بني آدم وبين إبليس وجنده، ستستمر حتى يتوفاك الله. أما تبي يروح عنك الوسوسة تروح بالمرة، أو ما يجيك شيطان أو ما يوسوس لك أو تنتقل تصير معصوم، يمكن هذا. فأنت في معركة مع الشيطان. حافظ على صلاتك وعلى الأذكار، وقرأ سورة البقرة وآيات الكرسي بعد دبر كل صلاة وقبل تنام، والمعوذات والتسبيح والتهليل، وأبشر بالخير ويأتيك بعد الشيطان. لكن الناس يستعجلون، يريد أن يقرأ من أول مرة، كل قريت ماكو فائدة. اصبر يا أخي، وما يدرك أن هذا خير لك أنه ما يذهب منك من أول مرة حتى تواضع. ويمكن خير لك أن هذا يلازمك سنتين وثلاث وعشر، ما دام هذا ملازمك الوسواس وأنت تذكر الله وتقرأ قاعد تكسب حسنات. يمكن لو انكشف لك الغيب لاخترت هذا الشيء، لأن هذا شجعك على طاعة الله. يا ما في ناس يا أخوان ما يصلي، فلما أصيب بأمراض بنفسية بعين بحسد قام يصلي، قام يقرأ البقرة، قام يحاول أذكار اليوم والليلة، ولا أول صاد عن ذكر الله. لا أذكر الله إلا قليلا. فلا بد أن نعرف أن الله له حكمة، يبتل العبد. يقول من القيم يبتل العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إلى الله. كثير من الناس ما يقول يا رب إلا عند المصيبة، هذا يزداد الخير لو أنه صاب بمصيبة حتى يقول يا رب. فلا أخي اترك هذه. إيش هذه؟ إيش يقول اليوغا ما يوغا؟ إيش لك بهذا؟ اتركها كلها، والعلاج بالطاقة والسلبية والألوان وقراءة النفسيات والتيب المغناطيسي، كل هذه كلها هذه اتركها. هذا أصلا سوق للنساء يا أخوان، والله أكثر ترويج على النساء، أكثر ترويج على النساء، ولا الرجال لا، الرجل أعقل من ينساق خلف الأمور. فإياك إلا إن سقت أنت فيك شبه من النساء، انتبه ها. لأن في ناس تقول لك قال الله قال ما تقول له ترى مو مرجلة. آه لا مو مرجلة، يضبط نفسه يمكن. الله المستعان. يلا شيخنا أحسن الله إليكم، انتشر بين المعلمين ظاهرة تغشيش الطلاب والتهاون في هذه المسألة، مع علم بحديث من غشنا فليس منا. جزاك الله خير على السؤال الأخير هذا. طيب يا أخوان هذا عام، لا تغش، خذها بذراعك. بعض الناس يقول والله أنا يعني سبحان الله أتعجب من واحد يأتيك ويسألك هذا السؤال، يجوز أغش؟ يعني تبي أقول لك يجوز عشان تروح تفضح بتويتر؟ والله رسالة فلان وقال يجوز، ما يصلح هذا الكلام أبدا. والله يا إخوان خذها قاعدة، الله يثبتنا وياكم. لا يمكن أقول حق واحد غش، ولا يمكن حق واحد يقول واحد زور، ولا يمكن أقول حق واحد كذب. إيش مصلحتي أنا أروح أقول لك كذب ولا زور ولا غش؟ هذا ما يجوز. أنت استفيد تروح تنجح ولا تأخذ علاوة بالتزوير ولا تأخذ، وأنا شو استفيد؟ أخذ آثام. كان بعض العلم يقول إذا جاءك من يسألك يريدك أن تخلصه مما فيه فليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. ورطة صارت علي أنا لما أقول لك افعل كذا افعل كذا، أنا يأخذ إثم يأخذ أجر. ها بجاوبك عشان بالأجر، أقول لك روح غش، ها يجوز هالكلام. الغش حرام عموما، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش ليس منا. فاتقوا الله، خذها بذراعك، اجتهد، ما الله قاسمك في الدراسة شوف غيرها. أما أقول غش لا يمكن. والله يوفق الجميع، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.